محمد الشقنقيري يعتذر لزوجته وأم أبنائه، أكد أنها حبه الوحيد ولم يتزوج غيرها طوال انفصالهما. رفض التشهير به وازدج باسم زوجته في أزمته مع الموديل رحيل ذكرى. اعتذر الفنان محمد الشقنقيري لزوجته بسبب أزمته مع الموديل رحيل ذكرى، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً جمعته بزوجته وكتب عليها: بحبك وآسف من كل قلبي، آسف على أي تصرف ممكن يكون جرحك أثناء غيابك، آسف على دخولي في تفاهات خلال انفصالنا. أكد الشقنقيري أنه لم يحب إلا زوجته وأم أبنائه لأن ما يجمعهما عشرة عمر طويلة وصلت لخمسة وعشرين عاماً. وكشف الشقنقيري أنه رغم الأزمة التي يمر بها، لكن زوجته هي أكبر داعم له ووثيقة أن كلام رحيل ذكرى ادعاءات كاذبة. في وقت سابق أكد محمد الشقنقيري أنه خلال فترة انفصاله عن زوجته لم يرتبط أبداً، وأكد أن حديث رحيل ذكرى كذب ولا أساس له من الصحة، وكشف أنه لن يرد عليها بشكل شخصي بل سيترك الأمر للقضاء. خلال الأيام الماضية أثارت عارضة الأزياء رحيل ذكرى حالة من الجدل عن علاقتها بالفنان محمد الشقنقيري، وأعلنت عبر السوشيال ميديا أنه تزوجها لمدة عام ونصف بشكل رسمي، ووافقت على إخفاء زواجهما حفاظاً على مشاعر زوجته وأم أبنائه. وضحت رحيل أنها خرجت لتعلن انفصالها عن محمد الشقنقيري رغم أنها لم تصرح في أي وقت سابق عن وجود علاقة بينهما من أجل أبنائها، خاصة وأن الشقنقيري ينفي أنه كان مرتبطاً بها من الأساس، وهي لا ترغب في أن يسمع أبناؤها أي كلام مسيء عن والدتهم. اتهمت رحيل الشقنقيري بالبخل وأكدت أنها عاشت معه في شقة بمنطقة المعادي، وطوال هذه الفترة لم ينفق عليها سوى 3,000 أو 4,000 جنيه، لكنها احترمت تفاصيل حياتهما ولم تعلن أي تفاصيل عنها إلا بعدما أنكر زواجه منها وأثر ذلك بالسلب على أبنائها.